وتكرموا وترحموا فلهدي احمد فالزموا، واذا سمعتم ذكره فصلوا عليه وسلموا. يا خير من دفنت بالقاع يعظمه، فطاب من طيبه من القاع والاكم. نفسي فداء لقبر انت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. واجمل منك لم تر قط عيني، واحسن منك لم تلج النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. مرة اخرى من السرادق المقام للمغفور لها باذن الله تعالى، ومن موجات الحج شعبان تهام الصوتيه، نلتف بكم سويا حول مأدبه القران الكريم. وقارئنا في هذه الليله قارئ جمهوريه مصر العربيه، عطيلة القارئ الشيخ ماجد وسام الشيخي القارئ والمقيم بالخور. اسال الله عز وجل له التوفيق، ولي ولكم وحسن الاستماع، انه ولي ذلك والقادر عليه. هل يتفضل مشكورا؟ يا رب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء. له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون.
قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذين اتقوا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمرون
أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد لله فاعبد بل لله فاعبد ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد بل الله فاعبد. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم
القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء ونفخ في الصور
ونفخ في الصور ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ونفخ في الصور فصعق من في السماء شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع أشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب ووضع الكتاب ووضع الكتاب النبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم
ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها
وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. وقالوا الحمد لله صدقنا وعده. وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة من حول العرش وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. وترى الملائكة من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله وقيل الحمد لله وقيل الحمد لله رب العالمين. وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم
حميم تنزيل الكتاب من الله حميم تنزيل الكتاب من الله الكتاب من الله تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله تنزيل الكتاب من الله تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب
لا إله إلا هو إليه المصير. صدق الله العظيم. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وهبنا وهبنا يا رب العالمين. استمعنا مع صوت لا يمل سماعه وقرآنا تترتب اليه كل استماع مع قارئ جمهورية مصر العربية والقارئ بالخير الشروق الشرفية فضيلة القارئ الشيخ ماجد أسامة الشيبي القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي عبر موجات الإذاعة المحلية وهندسة الكهرباء العالمية ومن داخل قصر الضيافة المتنقل وكبرى مخازن الفراشة التي ركبت بإدارة مخازن الحاج شعبان توهيدي الحاج شعبان توهيدي وأولاده المقيم بأبا علي. أيها السادة تقبل الله عزاكم وشكر الله سعياكم جميعا.